كل هالقد مستعجلة؟ ايه مليحة، كملي ولي على بختك شو مسخم، كملي تشكلي قاسي، خلينا نفهم. حاضر. وما ضل ليل يا جماعة وأنا مهمومة ملتاعة، وأول ما فقت من النوم اطلعت بالساعة وتعطرت وتغندرت وانتظرت حضور الجماعة، وكان المتصرف أول الواصلين حسب الموعد والاتفاق، ونحن قاعدين دق جنابه باب لزق. افتحي الباب يا مرجاني واعملي حالك قدامه فرحانة، اقرصي خدودك حتى تبان موردة. ليش؟ لأنه من الجوع وشك أصفر مثل المشردة. حاضر. عليك السلام والتحية يا فرخ الحية. وين معلمتك؟ تفضل، ناطرتك بأرض الديار. أنا اجيت على الموعد لأني بكره الانتظار. تفضل. اف على هالريحة، مو مخلي بالبزورية ولا عطر، وطالعة ريحته مثل ريحة البعر، مدري من جسمه مدري من زيت الشعر. يا أهلا وسهلا ومرحبا بهالقامة الحلوة، وبصراحة أنا ما بيحلالي الحكي معك إلا على خلوة. وأنا كمان فقت بكير وخفت أتأخر، قلت مو حلوة مو حلوة عبلة يتأخر علي عنتر. معك حق يا أحلى فارس، يلي مجرد وجودك بزين المجالس. شو أنا لساعتني نايم ومالي حاسس؟ بتعرف إني مبارح فكرت فيك وما نمت من سهري؟ طيب ليش ما عطيتيني وش لما كنت عندي؟ بتعرف يعني أنا صبية والمكان رسمي، حسيت حالي مستحية وأحمر كل جسمي. يا مليحة، أنا سكرت من غير خمر، دسي خدودي وشفايفي صاروا مثل الجمر. شو هاد؟ شو سمعت؟ ومين دق الباب بهالوقت؟ الله أعلم. افتحي الباب يا مرجاني. ستي المختار على الباب، قلت له عنا ضيوف، قال لي يبعث لك ضريب. ليش أنا غريب؟ المختار؟ ولي المختار؟ هذا لسانه طويل وصاحب مشاكل. كيف؟ والله إذا شافني هون لا يعمل لي فضيحة بقلاقل. وين بدي روح؟ تعفو تتخبى بهالخزانة أوام. خلي المختار يتفضل يا مرجاني. تفضل يا مختار. طولت ومليت الانتظار. مرحبا يا جميلة المحية، بمجرد ما وصلتني دعوتك الغالية قلت هيا. أهلا وسهلا بمختار المحلة، بإيدي قطفت لك هالقرنفلة، خليني اشكل لك ياها بعروة البدلة. هيك ها؟ هلا صرت إنسانة سهلة بعد ما كنت عنيدة ومملة. شو بدي أعمل يا نور العين؟ أكون بمحلي، أنا متعودة أتدلل على المعجبين، فكرك ما بيحق لي؟ ولكن بلا بلا، أنت قادرة وبحق لك، صدقيني جسمي انسلى لما حرمتيني من وصلك. مو مشكلة يا مختار، الصدمة من طبع النسوان، لكن لما جد الجد ما لقيت بغلاوتك إنسان. اعملي لنا قهوة يا مرجاني. من عيوني يا حلوة. يا حياتي على هاليوم الرائع، دخيلكن لا صحوني، الحلم أحلى من الواقع. هاتي كفك لألمسها وقربي إذنك، بتمي في كلمة بدي أهمسها. خير يا طير. ورصاصي رص الباب، إيه ما صدقنا الخلوة مع الأحباب. ولا يهمك يا مختار، كل شيء له تدبير. ستي هذا أبو نخلة، ويمكن جايب لك بجيوبه العملة. أبو نخلة ما غيره، الله يكفيني شره وخيره، هذا إذا شافني بهالمكان رح يضرب بالحرب ورزان. دبريني دخيلك. وين بدي خبيه؟ تعال أقلك. تعال فوت على هالصندوق ولا تتحرك، وبس يروح أبو نخلة أنا بفتحلك. حاضر. يلا أوام. حاضر. يسعد صباحك يا مليحة. أهلا وسهلا بهالطول، أبو نخلة لبى دعوتي مو معقول. وأنا كمان يا مليحة اندهشت من دعوتك الصريحة. بصراحة يا أبو نخلة أنا بعد ما قلعتك اندمت،
قلت شو بتخسري؟ سايري يا بنت، وصدقني ليلتها ما نمت. يعني صرتي تفكري فيني؟ يا ضي عيني. فكرت فيك مثل البنات الصغار، ولعب بعبي الفار، وقلت هذا أبو نخلي على سنه رمح، بقى ليش ما يصير بيناتنا خبز وملح؟ بس خبز وملح؟ يعني على كلين هالكلام بيعجبني وبفش خلقي وبيبهجني. بصراحة يا أبو نخلي أنا نويت سايرك باختياري، إذا اعترفت لي إنه جوزي حط عندك مصاري. يا ستي حط عندي برسم الأمانة 15,000 ذهبة لحد هلأ موجودين عندي بالعلبة، وأنا مستعد أعطيكي قدن إذا صرتي عشيقتي ودللتيني على طريقتي. وهلأ تعي تعي نلعب شوي ونتراشش مثل أولاد صغار بالمي. على عيني، بس لحظة لحتى أغير فستاني وأرجع لك بشكل تاني. خدي راحتك يا مليكة قلبي، بس تعطري لي بروايح تنعش قلبي. على عيني يا عيني. رجعني. نعم ستي. امسكي هدول، طلعي برا باب الزقاق بدون ما يحس أبو نخلة ودقيه بقوة. ليش شوفي؟ هلا اعملي مثل ما عم بقلك. يلا. تعطرت لك بعطر النارنج. هذا العطر بغبه جسم مثل الاسفنج. لك يا عمي لو تعطرتي بالزفت والقطران بتضلي بعيني احلى النسوان، مو مثل مرتي هديك. اذا شو الدق هاد؟ يمكن اجاني ضيوف. يا خرب بيتك يا مليحه على هالفضيحه. هربيني هربيني دخيلك، ما في باب تاني للبيت؟ بلا، من هون. روح. يا ريت. امتى ارجع لك حبيبتي؟ هلا روح من خلقتي. مرجاني مرجاني. هلا ستي شو رح تعملي بهرجان المحبوسه؟ هلا اعطيني ملايتي وانتي خليكي بالبيت، فهمتي؟ ليش لوين رايحه انتي؟ هلا ما بقدر اقول لك شيء. على كل حال انا رايحه عند القاضي افضل حمايتي وخايفه اتعوق. هاتي لشوف. مرحبا يا حاجب. اهلا وسهلا. سماحه القاضي افضل حمايتي موجود؟ مين قال له؟ قال له مظلومه وجايه لعند الحكومه. وقفي هون، مو هون، هون. لا توقفي بالعرض ولا تدعسي على الخط المرسوم على الأرض. هلا برجع لك، يمكن سمحتوا عم يصلي الفرض. هلا أنتم ما كنتوا تتربوا؟ ما بدكم تبطلوا لي هالغش؟ سيدي في برا حرمة مستورة بدها تعرض عليكم أمورها. خليها تدخل وخود صادر لي مكيال هالبرغول وهالماعون وهالمنخل، ودك بالحبس هالرجال حتى يبطل يغش بالمكيال. دخيلك يا سيدي. انقلع من وشي يا محتال. تفضل يا اختي. السلام عليكم يا سماحة القاضي. وعليكم السلام والإكرام. هاتي لشوف، شو قصتي؟ باختصار يا سماحة القاضي، جوزي قبل ما يتوفى حط 15,000 ذهبة عند شخص اسمه صبحي أبو نخلة، ولما اجيت طالبه فيهم بعد وفاة المرحوم أنكرهم هالمنظوم وقلعني وتحرش فيني والله العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت مالك غير عدل القاضي أفضل حمايتي. معلوم، لأنه أنا ما بسمح يصير هالشي أثناء ولايتي. بعدين بدي افهم، شو مين ما كان لعندي بيدخل ليش ما اشتكيتي عن طريق التسلسل؟ في مختار وفي متصرف. غشمني مني يا سيدي غشمني، وقسما ما عندي مسكنه ولا ملعنه. وعلى كل حال اذا سماحتك تضايقت مني خلي حاجبك يقلعني واستور ما شفت مني. ماشي الحال، طالما وصلتي لعندي وحضرتي ووقفتي قدام حضرتي راح انظر بالمساله. هاتي لشوف، شو هي بينتك ومين هن شهودك؟ ما بعرف، بخاف إلكن ما تصدقوني وتقولوا عني مجنونة. احكي ولا تخافي. يا سيدي شهودي وبينتي وبرهاني موجودين عندي بالصندوق وبالخزانة. ما فهمت عليكي ولا كلمة، عيدي شو قلتي يا حرمة؟ يا سيدي عندي شهود على أبو نخلة واحتفاظه بالأمانة، وإذا كلفت خاطرك وإجيت لعندي على البيت يمكن من هيبتك تنطق وتحكي الخزانة. شو انت عم تجدبي على القضاء؟
قسما بالله بزتك بسجن النساء. يا سيدي اذا كنت عم بقول غير الحق ان شاء الله تدقني الحمدة. بعدين مين بيسترجي يضحك على القاضي افضل حمايتي؟ ايش وانا مجنونه لحتى حل على سما حدكم سالتي؟ والله قصتك ما بتدخل بعقل مقبول، وبصراحه انا صار عندي فضول، بقى خلينا نمشي وبس نوصل لبيتك بيتضح كل شيء. بتشرف بيتك يا سيدي القاضي. بيتك بعيد؟ عند العشاء منكون هنيك. يلا قدامي. يعني اخذتي افضل حمايتي معك على البيت؟ اخذته بسلامته على البيت. يعني هو مصدق ولا حاسس انه في مقلب؟ مو قصه مقلب، بس حاسس انه في شيء غير طبيعي على الاغلب. ايه وبعدين؟ وصلنا للبيت بعجقه وضجه، وصرنا للعالم فرجه. دقينا الباب فتحت لنا مرجاني، والمختار بالصندوق خايف، والمتصرف بالخزانه. سماحة القاضي افضل حمايه. تفضل يا سماحة القاضي افضل حمايه، تفضل. الله اكبر على من طغى وتجبر. ايه ستي وين شهودك؟ تشرب بابونج يا سيدي ولا اعمل لك لؤزينج بايدي؟ هات شهودك اذا بتريدي. يا سيدي عندي شاهد بهالخزانه وشاهد بهالصندوق. شلون يعني؟ يا رجال اللي جوا، انت اكيد عرفت سماحة القاضي افضل حمايتي من صوته. بقى احكي ضميرك وسمعنا بصوت عالي تفكيرك. بتشهد انه الي عند صبحي ابو نخله امانه واعترف على مسمع منك بهالشي؟ وينك لا تخاف، غير هيك ما بدي شي، وفهمك كفاية. اي نعم، بشهد. على شو بتشهد ولا؟ بشهد يا سيدي القاضي من موقعي انه المدعو صبحي ابو نخلة اكل على هالحرمة 15,000 ذهبة. وشو قصة هالصندوق يا مليحة؟ تفضل يا سيدي اسمع بإذنك. يا رجال اللي جوا، بتشهد ولا عندك رأي تاني؟ ويكون بعلمك أنا ما اشتكيت إلا على صبحي أبو نخلة. بشهد يا مليحة بشهد. ارفع صوتك ولا؟ بشهد مثل ما شهد المتصرف يا سيدي، وبضيف لكلام المتصرف إنه الحرمة مستورة وجوزها مخدور وهي مخدورة. المتصرف؟ أنو متصرف هاد؟ أنا الأوان يا سيدي لأحكي لك كل القصص، بس لحظة لطالع هالصيصان من القفص. تفضل يا سماحة القاضي، تفضل. المتصرف بالخزانة. لعمة، المتصرف محبوس عندك بالخزانة؟ مشان هيك بعدت وراه ما لقيته، تاري لابد عندك بالخزانة، يخرب بيته. أقدم سلامي وتحياتي وعنايتي لسماحة القاضي أفضل حمايتي. أهلين جناب المتصرف. فايحة منك ريحة عطر بتقرف. تفضل يا سماحة القاضي، المختار بالصندوق. احترامي يا مفتينا، يا أعدل واحد فينا. كمان أنت هون يا مختار؟ نعم. شو جاب موظفيني لعندك يا حربة؟ سيدي هدول على رأس عملهم بمهمة. شلون يعني؟ الحقيقة. خلي كل واحد يحكي عن حاله. سيدي الإنسان بيستحي يحكي عن جميل أعماله. أنا اشتكيت على أبو نخلة للمتصرف والمختار، وهن حبسوا حالهم باختيارهم لحتى يعرفوا اللي صار. والحقيقة هالناس شرفة وما في من أخلاقهم، وكلهم نخوة وشهامة ووفا، الله يخليهم لنسوانهم. برافو عليكم يا أعواني المخلصين الشجعان، يلي مشان عدالة حكمي ومشاني انحبستوا مثل الصيصان حتى تسمعوا أبو نخلة بإذنكم والحقيقة تبان. نحن خريجي مدرستك يا سيدي، ومننهل من حكمتك الرشيدي. أنا تربيتي على إيدك مو على إيدي. بارك الله بهالهمة. أما هذا أبو نخلة قليل الزمة، فحالا روحوا سوقوا لي من شواربه، وبالماكينة حلقوا له شعره، وبالعائدة نتفوا له حواجبه. أمرك يا سيدي. وصادروا لي أمواله جميعا، ورجعوا لهالأرملة حقها سريعا. وهلأ اتفضلوا معي على المجلس يا أصحاب النخوة لحتى شربكم مغلي الزنجبيل مع حب القهوة. السلام عليكم.
يا سيدي عملتك هي ما حدا بيساويها، فانا مقرير العين هانيها. يا سلام على هالقفلة، وصوض الله وشك يا أبو نخلة. تاريكي فعلا يا مليحة مالك هينة، واللي بشوفك بفكرك طرية ولينة. قريتها تسلم لقلبي على هالشخصية القوية العاقلة، يضربوا رجال شو نيتهم عاطلة، فكرهم الرجولة إنه في بوشهم شوارب، حشات الذكر نصهم حناش وعقارب. المهم هلأ بدنا نسمع قصة صفية. طبعا، لأنه سمعنا قصتك يا أرملة، وبدنا نسمع قصتك يا مطلقة. معلش، أجلولي إياها لبكرة. وليش لحتى نروح على البساتين؟ نتغدى عندي هون. عندي صفيحة وعندي تين وفي بطيخ وفي آقون، وهلأ بقليلكن زنجول وراح حضرتكن شي كم لقمة، لأني لهلأ عم أسعل بخاف تلطشني النسمة. لا واليوم برد شوية ومو خرجت طلعة على البرية. شو قلتي صفية؟ ما بساية، أنا موافقة. شو قلتي مليحة؟ شو بدي أقول يعني، صرتوا أكترية. أصبح شلحولي هالملايا، بدنا نسمع اليوم قصتك يا صفية. ها، وهي أنا شلحت. وهي ها ماشي، فردوا لي بقى شعركم على ظهوركم وخذوا راحتكم على الأربعة وعشرين قيرة. بديعة عندك متى؟ عندي، بس بدها مي سخنة وجوزة وشفاطة ولتة. هلا بجيب لك إبريق شاي، بتضلي بتكرعي لتشبعي. قولتك. طيب عندك بسكوت وراحة؟ يلا بقى صفية، حاجة تطلبي وتتشرطي، بلشي قصتك وسمعينا. حاضر. هذا مثل ما بتعرفوا يا حبيباتي، أنا اتطلقت من جوزي حمدو لحبوباتي، وقصة طلاقي منه قصة، أولها مقت ونكد وآخرتها فضيحة وجرصة. شلون يعني؟ جايتك بالحكي. تفضلي حبيبتي احكي. هذا يا ستي، أهلي جوزوني حمدو على أساس لا في قبله ولا بعده، غني ومسعد وزنجيل، بس عمره قد جده. بلا مقطوع عن حديثك، هدول الرجال الكبار بيجننوني جنان لما بياخدوا بنات صغار. هنن بدهم يطولوا عمارهم بجوازاتهم من الصبية، والصبية بيقصر بقى عمره من معاشرة الختيارية. وين صارت هي القريضة؟ قولي هي بسيطة يا بديعة، لأنه ما في شيء مخالف للشريعة. المهم قبلته على علته وقلت يا بنت هذا نصيبك، ولازم تعملي جوزك حبيبك. كلام حلو بدل على أكابرية، وصرت دلل هالختيار وهو يدللني، وهالشي كله بأول عشرة أيام. يعني إذا بدي جيب كاسة يقلي خليني أخدمك يا جوهرة يا ألماسة، وإذا وجعني راسي يقعد جنبي كأنه هو اللي عم يقاسي، وإذا ضاقت خلاقي ومليت ياخدني مشوار برات البيت راكد وراي ركد، وعم يشقشل فيني شقشلة كأني لعبته. بس بعد عشرة أيام بالضبط بان جوزي على حقيقته. شلون يعني؟ شو صار يعمل؟ شو صار يعمل؟ ولك اخ يا رفات يا اخ، بعد اليوم العاشر نقلبت سحنته وبلش الطيخ والطاخ. قريضة تقرضه، شو صار له؟ هلا كان بعقله؟ ما بعرف، لحسني عسل عشرة ايام زمان، ولما خلصوا العسلات صار يلحسني قطران. طيب شو علته؟ شو مرضه؟ شو وجعه؟ شو غرضه؟ القريضة تقرضه؟ ما بعرف، ما لي شاطرة بتحليل النفوس، بس على غفلة جوزي صار مثل الجاموس، وعلى قتله ضرب وكحتنة وبخل وغيرة وحبس، ولسانه صار مثل المقص، وعلى مسحة تقيل ولسان طويل ومقلسة ومسخرة طول النهار، وصار إذا بده كاسة يجعر فيني ويقلي أو بيسعيني يا نسناسة، واختلط المزح بالجد والخاص بالعام، صارت حياتي صخام. طيب احكي لنا شي فصل من فصوله، بس بتسمحي لي بالاول قولوا لي على طوله، لانه حمدو هلا مو جوزك. قولي اللي بدك اياه. قولي على طوله، تفضلي كملي. على عيني وانا عنده ولسه ما صار لي شهر، توفيت امي الله يرحمها، طقيت عليها من القهر، وتاني يوم من وفاتها ولسه ما استقرت بالقبر رفاتها، فات علي جوزي حمدو فرحان ومبسوط وما حدا قده. صفية، يا صفية، صفية، أهلين حمدو.
شبكي حاطة الحزم بجرن؟ إذا منشان قبر أمك اطمني، اليوم رخمت لك يا وركبت له الشاهدة. كتر خيرك. إيطالي، إيطالي عملت لك رخامه وعملت لك حوض زريعة قدامه. بتعرفي قديش كلفني؟ شو بيعرفني؟ يا ستي كلفني 6 ذهبات، كنت قايمه لتنجيد الكنبات. يزيك الخير. المهم هلا امينا من سيرة المقت وخلينا نكسب الوقت. شو بدك تعمل يعني؟ روحي جيبي لنا الأرجيلة وحطي لي فيها نفس لبين ما اجيب التبولة والفواكه والجبس. مشان الله تركني حمده، تعبانة شوي. ايه بسيطة يا روح حمده، روحي رشي على وشك شوية مي. حمده الله يخليك تركني بحالي، مجرد حكي مو جاي على بالي. وليش بقى يا ست الحسن؟ شو انت مالك متجوزة؟ مالك جوز له مطاليب وأواتيل؟ اتقي الله يا رجل، لسه أولت مبارح ماتت أمي. يا ستي كلياتنا على هالطريق، وبدنا نموت يا فركشة يا زحلطة يا حريق يا غريق. وأمك ماتت أحلى موتة في فرشتها وهي نايمة نفختها. الله يرحمها. هلأ بلا طيلة سي، واشلحي لي هالتياب العتاق. ليش بقى؟ اطالع فيهم مثل القاء. ولك شو ما بتفهم أنت؟ عم لك حزنانة على أمي. صحيح أمك، بس أي حماتي كمان. مشان الله حل عني حمده، دايق خلقي واصل لحده. بلا خلقي بلا بطيخ، مالي مجبور شوف هالمناظر. روحي البسي لي شي روب قصير مدندج، وهاتي صندوق السمع وكواني لفريد الأطرش. لك يا ظالم، عم لك نفسيتي محطمة ودموعي على أمي ما عم تغبى المحرمة. صحيح أمك، بس هي حماتي. لا حول الله على هالعلقة. اسكتي وليه؟ قسما بالله برفعك فلقة. يلا روحي جيبي لي الأرجيلة والملقط والبسي لي مزلط، وتعي رقصي لي شوي، وحشتك حزن وحشتك عي. ولك معقولة رقصت لك وفقشت لك وأمي أولت مبارح متوفية؟ لك إيه صحيح يا أمك، بس لا تنسي إنه حماتي كمان. لك يا بني آدم، شو أنت قلبك حجر؟ عم أقول لك ارحمني. شو ساوي لك يعني؟ شو ساوي لك؟ شيت إني كفكف لك دموعك وأحزن معك مثل الأفلام الهندي ما بيطلع بيدي. أنا ما عم أقول لك تحزن معي، بس أقدر مشاعري. يعني أمك ماتت بزهوتها؟ 82 سنة عمرها لما نفختها. بقى الله يرضى عليكي، روحي غيري لي هالتياب والبسي لي المأشلط والمزلط، لأن اليوم جاء عبالي الصبب واصطهج ومتع نظري وابتهج. ومتع نظري وابتهج، ومتع نظري وابتهج، متع نظري وابتهج، متع نظري. وين راحي؟ ومتع نظري وابتهج، متع نظري. يخرب بيته شو غليظ، والله ينجينا من أمثاله يا حفيظ. فظاعة على هالمخلوق شو مايع ومجلوق، يعني هذا أكيد يا معقد يا مجنون، وحتما ما في مثله اثنين بهالكون. يا نقطة ترشوا على هالطبع، أكيد هذا مو إنسان، هذا ضبع. لا ويا ريت هيك وبس، لسه ما شفتوا شي، ما شفتوا شي. وانتي شو كنتي تساوي؟ شو بدي ساوي يعني؟ كنت سايره بكل شي بصراحة، ومعلومكم مطرح ما بيمشي التور تلحقوا سكة الفلاحة. صحيح أنا مالي من ضيعة قليلة وقادرة، بس كمان أنا أصيلة وبنت ناس ومالي فاجرة. وكل يلي كنت أعمله إني صلي وإدعي علي، هو يشوفني هيك يضحك ويقول لي صلاة الغولة مو مقبولة. يلحم تهم وهم، ظانن حاله خفيف دم. إيه هيك هو بظن حاله، ودائما بيقول لي إنه طالع لخاله. ليش شو بيشتغل خاله؟ أكيد مرقص دباب وسعدين. لا خاله كان بالحارة حكواتي وبالقهوة كركوزاتي. أنعم وأكرم والله. وكان حمده بخيل كتير، قد ما قلتلك بخيل أكتر. يعني كان من الفجلة يطعميني الورقة وأنا صابرة معه، ومن الجاجة يشرقني المرأة ويتحش اللحم بمبلغ. ومرة اجتني الجارة تعمل لي زيارة، قمت ذبحت لها بطيخة حمراء وقعدت تاكلها جنب البحرة. ليش عذبتي حالك يا نور عيني؟ مشان واجبك تقبريني. ايه ستي، خلاصة أنا من لما كنت صغيرة كان الست تعضني بسنانة العيرة، معلومك كنت حركة كتير وعفريتة، وعينا تراها يا عم تشكني بدبوس يا عم تحرقني بكبريتة. ومرة شو إجا جوزك حمده؟ ولي علينا، مو هذا موعده. لكان شو جابه؟ اشتاق لي، بده يشوف أحبابه. مرحبا. أهلين وسهلين. صفية عاوزك شوية. لا
عن إذنك إلهام. تفضلي حبيبتي. تسلي بالبطيخ. شوف شو بده هالبطيخ. خير؟ شوفي ليش جاية بكير على البيت؟ ورصاصي رصك، هالشي ما بيخصك. ولك عيب وطي صوتك بدون ما تسمعك المخلوقة. عم تقولي عيب؟ لك أنت بتعرفي العيب؟ ليش شو عملت لا سمح الله؟ شو عملتي؟ لك مو عيب عليك تسرقيني عينك كنت عينك؟ أنا عم بسرقك؟ مين سمح لك تذبحي البطيخة وتقدميها للجارة؟ شلون مين سمح لي؟ ما فهمت عليك. يكون بعلمك كل شي فوتوا على هالبيت دافع حقه من مالي، ولازم تاخدي إذن مني باستهلاكه ولو كنت من عيالي، هيك القصوي. آخذ إذن منك مشان أذبح بطيخة؟ طبعاً. بعدين في عنا بطيخة مذبوحة. أنو بطيخة هاي؟ يلي أكلنا منها أول امبارح بعد الكبة. ولك هديك خمت وانتزعت وكلها بزر وما فيها لبة. ليش فكرك؟ بتعرف طعم التمة هالجدبة؟ حسبي الله عليك شو إنك جبار، ويقصف عمري إلهي قبل ما يخلص هنهار. أخري هيك أخري. عفوا جارتنا، رح أخذ البطيخة لأنه حلقي طاشش وبيطفي الشوبة. ولك شو هذا اللي عملته؟ خليتني قد الدبانة، إلهي يحملوني ويزتوني بالجبانة لأخلص منك ونفصولك. إيه الله ما رح يستجيب دعاكي. خوش وينك؟ الدنيا ماشية فيكي وبلاكي. لا أنت أكيد رضعاني من حليب الملايكة. أعطته الكل هالكي على حز بطيخ رح يعمل شعير وصريخ. مثل ما عم قلكم، حمده هذا طبعه، من الحبة بيعمل قبة وبيحرق الحارة مشان يولع سيجارة، ومهما كان ذنبي صغير بيعملوا جريمة ما لها نظير. ليش أنت شو أذنبتي معه؟ اسمعوا يا خلق الله اسمعوا. لا وقال شو؟ قال أنا أكابر وبالمحسوس لازم كابر، ويا ريت تشوفوا شو بيحكي للناس عني، مو إنه بيشكر مني وبيمدحني، لا بالعكس أنا بعامله بطيبة وهو على نميمة وحكي بالقفة وغيبة. روحي يا صفية ريتو هالحمدو يتحورق وعلى هالأرؤوز البحرة يتخوزع. معروف القضية يا صفية، جوزك حمدو مثل ورقة الصبار، وشه وقفاها بفرد شكل. لا وقال شو؟ فوق عيبه غيور، بيغار علي إذا وقف على شجرة النارنج عصفور. شو بيقلي؟ بيقلي والشك معشعش بصدره، عصفور هذا يلي على الغصن ولا عصفورة؟ شايفه لزق وما عم يطير مع انه طاروا كل العصافير. لك يضرب هالرجال من بين الخلق ويحطوا له جمرة شاعلي بنص الحلق. خليني كمل يا بديعة. كملي يا عين اختك، اضرب عليكي وعلى بختك. مرة فات حمدو على البيت، قام لقاني قاعدة جنب الشباك، والشباك مثل ما بتعرفوا إله جلالة، يعني بتشوفي اللي برا واللي برا ما بيشوفك مهما تطلعوا. بس المهم وأنا قاعدة دفش الباب وإجا ركيد لعندي. شو عم تعملي جنب الشباك؟ عم دخن أرجيلة وتنباك. هلا بلا مسخرة وقلة حياة، بلدي على الكف وجيب أجلك. ها وشبك هب بدنك وفار غضبك؟ قصر الكلام، ليش قاعدة جنب الشباك ولمين عم ترمي شباك؟ ولك استحي على حالك، شو هالحكي؟ لا تنسى اني انا مرتك مو صاحبتك. شوفي يا صفية، انا ما بحب حدا يلعب علي. بقلي لي ليش فتحتي الشباك ولمين عم تربي شباك؟ ولك ما فتحته، ما فتحته. بلا باين عليه مفتوح. بجوز فتحته حتى كب اضافيري بعد ما قصيتهم. ولي كبيتي اضافيرك على الشارع؟ ايه، شو المانع؟ ولك يا صفية، ولك يا غبية، لك ما بتعرفيني اني بغار عليكي من النسمة اللي بتهب عليكي؟ بقى شلون بتكبي اضافيرك بالحارة؟ شو رح تساوي الناس باضافيري يعني؟ تجارة؟ لك يسودي وشك يا صفية مثل ما عم تسودي وشي. هلا وشك بسود اذا قصيت اضافيري؟ منيح اللي قلتلي حتى اعمل تاني مرة تدبيري. لك بس صفية خلي اسعار براس من اخيري. طيب هات لشوف وقلي شو بدي اعمل تاني مرة؟ وين بدي كب اضافير رجلي وايدي؟ خبيهم حتى اجي واحرق لك اياهم بوجاء الحمام. شوف يا صفيه، ممنوع عليك القعده على الشباك. والقعده بارض ديار، والطلعه برات الدار، واستقبال الزوار، وقص الاضافير، وسماع العصافير، يعني لازم عيش عيشه الصراصير، واللي بتفرضوا علي بصير، وان خالفتك فيا بئس المصير.
فعلا يا صفية انك مظلومة. مظلومة وبس، المسكينة مظلومة ومتهومة ومحرومة وما حدا دريان فيها، لا قاضي شرعي ولا احوال شخصية ولا حكومة. بقى شو بدي اعمل؟ قلت لحالي بتحمل، وانا عم بتفائل واتامل. طيب اطلبي الطلاق منه. طلبته، قمت اكلت منه قتلة على ودنه. كنت اشكي لأهله، أعوذ بالله، أهله أضرب منه، لا بيعرفوا لا حق ولا باطل، إذا أذنب السمان بيشنقوا اللحام. طيب كيف اتطلقتي منه مع إنه عسر وسقيل؟ هذا اللي بدي أحكي لكم عنه. هاتي لنشوف. هو صحيح أنا صاحبة صبر، بس هالمخلوق خلى صبري يخلص، وقرب عقلي من راسي يملص. ومعلومكم ما في مرة بتحب تعيش ذليلة، خاصة إذا كانت تطبع جوزة رزيلة. وشو عملتي حتى اتطلقتي منه؟ جايتك بالحكي. الشي اللي ما بيعرفوا حمدو عني هو اني قوية وصاحبة حيلة، وكل فكره اني رح اعيش معه طول عمري غبية وزليلة. بس قسما يا بديعة، انا لما بدي بعمل من دنب التعلب مكنسة، وبطالع حرير من تم الخنفسة. صحيح ما بيطلع بايدي اضرب واهجم بالعصاية والنبوت، بس بجر التيس بخيط العنكبوت. تاريكي مو قليلة يا درساني، واللي بيشوفك بفكرك مثل السهيانة. طبعاً أنا عند اللزوم لو انحطيت مع بليس بكيس بخليه يطلع من الكيس بعد دقيقة يستغيث. هاتي لشوف شو عملتي. أنا ما يكون عندي صبي ما بعملك كنتي، بخاف عليه منك لك أختي. بليلة من الليالي كان حمده قال يعني رايق، وسألته خافة شوي، وقاعد نص نعسان ونص فايق، وكنت أنا هادية كتير وبالي بال، وعلى كتر التعتير خطر لي غني موال. وعلى سيرة الموال، أنا مثل ما بتعرفوا صوتي حلو، بس بعد جوازي بهالرجال اختفى صوتي مثل ما بيختفي بالبير الدلو. حمدو، شو بدي؟ بدي اطلب منك طلب وبترجاك توافقني عليه. كتراني طلباتك الايام. ايه صحيح، لانه معيشني على ريش نعام. هلا بلا تفتيق، قولي لي شو بدك واختصر الطريق. بدي منك تطلقني. نعم؟ مثل ما سمعت، عم بطلب منك الطلاق. استغفر الله العظيم يا ربي، لك شو جنيتي ولا ما عدتي استحيتي؟ جنيت استحيت؟ انسالي هالكلمات هلا. ونزل على المحكمة قل له مرتي بدها تتطلق. ولك بدك تفضحيني انت؟ لك شو صار لك على غفلة جائرتي؟ سأل حالك. عم بسألك جاوبيني قبل ما أقوم لك وأعمل لك اللازم. حاجتك بقى تبهدل وتعيط وبغير هالمسلة خيط، ويكون بعلمك يا شهم يا كريم اليد يا غيور يا خفيف الدم، إنه أنا بسببك صرت جقرة، وقلة ثقتك فيني خلتني اتجرى. بس لا تنسى إني حرة بنت حرة. حاجتك بقى حكي وأفلام. قومي نامي وخليني حط راسي ونام، بكرة عندي سفرة على النبك. قومي قبل ما أنزل فيكي حشك ولبك. هيك عم تقول؟ طبعاً. بسيطة، يعني لساتك مصمم على السفر؟ إيه نعم، عندي تجرة، صحيح مو محرزة بس لابد من هالسفرة. وكم يوم بدك تغيب يا مرضي والديك؟ 3 أيام. اشتقتيلي من هلأ ما هيك؟ اشتقتيلي، بعرفي اشتقتيلي صفية، بعرفي. في حاجة بقى بلا سماجة، يعني ما بدك تطلقني مو هيك؟ كتير فاسب تمك كلمة الطلاق، بس ويني؟ نجوم السماء أقرب لك.